بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 40. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب الحجب. الحجب يعني في الميراث، وهو لغة المنع. الحجب معناه المنع، ومنه سمي الحاجب الذي فوق العين لأنه يمنع سقوط الأذى عليها. حاجب البواب يسمى حاجبا لأنه يحجب دخول. وأما معناه في اصطلاح الفرضيين فهو منع من قام به سبب الإرث، من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه، منعه من إرثه بالكلية أو منعه من أوفر حظيه. فالأول وهو منعه من الإرث بالكلية يسمى حجب الحرمان، والثاني وهو منعه من أوفر حظيه يسمى حجب النقصان. ومثال حجب الحرمان كحجب الأخ الشقيق بالابن، حجب الأخ الشقيق بالابن مثلا، فمع وجود الابن لا يستحق الأخ شيئا لأن الابن أقرب منه. وكحجب الأخ لأب الأخ الشقيق لأن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب من جهة القرابة. هذا يسمى حجب حرمان. حجب النقصان هو انتقال صاحب الفرض أو صاحب التعصيب إلى نصيب أقل، مثل حجب الزوجة من الربع إلى الثمن بوجود الفرع الوارث. حجب الزوجة مثلا من الربع إلى الثمن، حجب الزوج من الربع من النصف إلى الربع مع وجود الفرع الوارث، فهذا حجب من النصيب الأكثر إلى النصيب الأقل. حجب الأم من الثلث إلى السدس مع وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة، هذا يسمى حجب نقصان. حجب الحرمان ينقسم إلى قسمين: حجب بأوصاف وحجب بأشخاص. الحجب بالأوصاف مثل منع من قام به مانع من موانع الإرث كالرق أو القتل أو اختلاف الدين، منعه من الإرث بسبب الوصف الذي اتصف به وهو أنه رقيق أو أنه قاتل للمورث أو أنه مخالف في الدين لمورثه. هذه موانع الإرث تسمى أوصافا، صاحبها يكون محجوب من الميراث بها بسببها. ولهذا يقول الناظم: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. هذه موانع الإرث يسمى من قامت به أو أحدها محجوبا بسبب الوصف الذي اتصف به.
هذا حجب الأوصاف. ثاني حجب الأشخاص مثل ما سبق، حجب الأخ الشقيق بالابن أو حجب الأخ لأب الأخ الشقيق، هذا يسمى حجب حرمان بالأشخاص. يعني لولا وجود هذا الشخص الذي هو أقرب منه لورث، ولكن وجود من هو أقرب منه حجبه ومنعه من الإرث، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. فقوله أولى رجل ذكر هذا يدل على أن الميراث يكون للأقرب فالأقرب من الميت، وأنه لا ميراث للأبعد مع وجود من هو أقرب منه من جهة التعصيب. وباب الحجب في المواريث باب مهم جدا، ولهذا يقول العلماء: يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. الذي لا يعرف الحجب ويفهم الحجب تماما فإنه يحرم عليه أن يفتي في الفرائض، لأنه يعطي من لا يستحق ويحرم من يستحق بسبب جهله. كثيرا ما يقع الخطأ في الفتاوى أو في الأحكام في المحاكم، كثيرا ما يقع الخطأ في المواريث بسبب الجهل بالحجب أو الغفلة، لأنه يحتاج المواريث تحتاج إلى دقة وإلى تأمل تفطن واستقصاء. ما تصدر الأحكام على طول إلا بعد الاستقصاء والدقة والتحري. ولذلك الآن يمنع الفتوى في المواريث إلا إذا كان مع السائل صك في حصر الوراثة، لازم يأتي بصك في حصر الوراثة من المحكمة، يشهد يشهدون ان مال الميت غير هؤلاء المذكورين. الأمر في هذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى تفطن، لأن بعض الإخوان قد يتسرع ويفتي ويعطي الميراث لغير أهله، لأنه ما فطن إن دونه واحد يحجبه، فيكون الخطأ في هذا عظيما. لأن الأموال إذا قسمت ووصلت إلى الناس صعب استرجاعها. نعم. فالحاصل أن باب الحجب باب مهم جدا، ولا يجوز لطالب العلم أن يشتغل في الفرائض إلا إذا أتقنه إتقانا تاما وعرفه بدقة ويطبقه عند الحكم أو السؤال أو الجواب، يتأمل في باب الحجب ويستحضر قبل أن يفتي أو يحكم. نعم. يسقط ولد الأبوين بثلاثة، بالابن وابنه والأب. يسقط ولد الأبوين. نعم. يسقط ولد الأبوين بثلاثة. نعم. بالابن وابنه والأب. يعني الأخ يسقط بثلاثة، بالابن، فلا ميراث للأخ مع الابن. ويسقط أيضا بابن الابن مهما نزل، ويسقط بالأب، لا ميراث للأخوة مع الأب، لأن الله إنما ورث الإخوة في الكلالة، والكلالة من ليس له ولد ولا والد. الإخوة لا يرثون مع الأب، إنما الخلاف في إرثهم مع الجد فقط، هذا الشقيق. وأما الأخ لأب فيسقط بأربعة، بهؤلاء الثلاثة المذكورين والرابع الأخ الشقيق، يسقط الأخ لأب لأنه أقوى منه، لأن من يدلي بأبوين أقوى من الذي يدلي بالأب فقط، فهو أقوى منه. ولهذا يقول الناظم: فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة جعله.
فقوله بالقوة جعلاء يعني من يرث بالأبوين يقدم على من يرث بأب فقط. نعم، لأنه أقوى منه قرابة. نعم. يسقط ولد الأبوين بثلاثة. نعم. بالابن وابنه والأب، لأن الله سبحانه شرق في توريثهم عدم الولد بقوله سبحانه: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلم يجعل لها مسمى مع الولد. نعم. وإنما أخذت الفاضلة عن البنات. والابن لا يحمل عنه شيء فتسقط به، وكذلك ابنه لأنه ابن مهما نزل، ابن الابن يسمى ابنا مهما نزل، فلا يرث الأخوة مع بني البنين ولو كانوا نازلين في الدرجة، لأنهم فروع والفروع مقدمة على الحواشي. نعم. ويسقطون بالأب لأنهم يبنون به. ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ولأن العلماء أجمعوا على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، إلا عمر رضي الله عنه توقف في آخر حياته، توقف في الكلالة. هذه من المسائل التي يقول عمر أنه لم يعرفها. نعم، مسألة الكلالة. نعم. وكل من أدلى بشخص سقط به، هذه قاعدة، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة لأم فإنهم يدلون بالأم ومع هذا لا تحجبهم، يرثون معها، هذه مستثنات. نعم. إلا ولد الأم والجدة لأم لا من جهة الأب. إلا ولد الأم، هذا ذكرنا أنهم يرثون مع وجود الأم، فيكونون مستثنين من قولهم من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وإلا الجدة هم الأب، الجدة هم الأب، تدلي بالأب ومع هذا ترث معه، تأخذ السدس. نعم. الجدة لأم تحجبها الأم، تنطبق عليها القاعدة، الجدة لأم تحجبها الأم، لكن المقصود الجدة لأب، فإنها ترث مع ابنها وإن كانت أدلت به. نعم. تحتاج إلى مراجعة. نعم. يقول هذا الزيادة زيادة مسلمة. إلا ولد الأم والجدة لأم لا من جهة الأب. إيش يقول؟ لا. وكل من أدلى بشخص سقط به. إلا ولد الأم. هذا معروف. نعم. والجدة لأم. والجدة لأب. الجدة من جهة الأب. إيش اللي عندك أنت؟ إلا ولد الأم والجدة من جهة الأب. إيه. يعني حسين كانت بأم لا من جهة الأب، كان هذه زيادة نسخة خطر. لا، نسخة خطر غلط. نعم. الجدة لأب. نعم. مسألة. ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة لذلك، وبالأخ من الأبوين. والأخ لأب يسقط بأربعة، يسقط بأربعة، بالابن وابن الابن وبالأب وبالأخ الشقيق، أربعة يسقطونه. نعم. لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية. إيش؟ لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. العلات. دون بني العلات. والشاهد في آخره، في آخر الأثر، أما أوله ما له علاقة. نعم. وإلا. وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. الرجل يرث أخاه لأبيه ولأمه دون أخيه لأمه. أخرجه الترمذي. إيش؟ وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. الرجل يرث أخاه. يعني الشقيق، يعني الشقيق يرث دون أولاد العلات، وأولاد العلات هم الإخوة لأب،
سموا أولاد اللات لأن أباهم واحد وأمهاتهم متعددة، هذا أولاد العلات. أولاد العلات هم الإخوة من أمهات متعددة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. نعم. مسألة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد وهو التوحيد، ولكن شرائعهم مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شرائع الأنبياء مختلفة لكن دينهم واحد وهو التوحيد، فهم يشبهون الإخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات. الشاهد منها أن ولد الأبوين يسقط ولد الأب. نعم. مسألة. ويسقط ولد الأم بأربعة. ولد الأم يسقط بأربعة، يسقط بالأب وبالجد وبالابن وابن الابن، لأن الله ورثهم في الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، والكلالة هو من لا ولد له ولا والد. لا ولد له هذا بنص الآية، ولا والد هذا بإجماع أهل العلم. نعم. ويسقط ولد الأم بأربعة، بالولد ذكرا كان أو أنثى. نعم. وولد الابن والأب والجد أربعة، هذا ولا أربعة، الولد ذكرا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى وإن نزل، وبالأبي القريب وبالجد. فإذا وجد واحد من هؤلاء الأربعة فلا ميراث لولد الأم، لأنه إذا وجد واحد من هؤلاء الأربعة لم يكن الميت كلالة، والله شرط في ميراثهم الكلالة. نعم. لأن الله سبحانه شرط في توريثهم كون الموروث كلالة. نعم. لقوله سبحانه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. والكلالة من لا ولد له في قول بعضهم، وفي قول هو اسم لمن عدا الوالد، لمن عدا الوالد والولد من الوالد. نعم. والكلالة من لا ولد له في قول بعضهم، وفي قول هذا بنص الآية. نعم. ليس له ولد. وفي قول هو اسم لمن عدا الوالد والولد من الوالد. اسم لمن عدم الظاهر، لمن عدم الوالد والولد. عدم الميم. نعم. فيدل على أنهم لا يرثون مع والد ولا ولد. هذا هو الشرط في إرثهم، عدم الولد، سواء كان ولد صلب أو ولد ابن وإن نزل، ومع عدم الوالد وهو الأب والجد وإن علا. نعم. مسألة. ويسقط الجد بالأب. انتهى من إسقاط الأخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، انتقل إلى إسقاط الأصول. إسقاط الأصول وهم الآباء والأجداد، الأصول هم الآباء والأجداد، والفروع هم الأولاد وأولاد البنين. الأولاد وأولاد البنين يسمون فروع، والآباء والأجداد يسمون أصول، ويسمون أيضا عمودي النسب. إذا قيل لك عمود النسب المراد بهم الآباء والأولاد، هم عمود النسب. نعم. ويسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه. الذي يسقط الجد هو الأب، لأن الأب أقرب منه، فإذا مات ميت عن أب وجد فإن الميراث يكون للأب ولا شيء للجد، إنه محجوب بالأب. وإذا مات ميت عن أبي أب وأبي جد، يعني مات عن جدين، واحد قريب وواحد
بعيد مرتفع، فإن الميراث يكون للجد القريب، كل جد قريب يسقط الجد البعيد لأنه أقرب منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلأولى رجل أولى، يعني أقرب رجل ذكر. نعم. وكل جد بمن هو أقرب منه لأنه يدني به. نعم. كما تسقط الجدات بالأم لكونهن أمهات يدنين بها. وتسقط الجدات بالأم، كل الجدات، لا ميراث للجدات مع وجود الأم، لأنهن يدلين بها، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة، مثل ما قلنا في الجد، كل جد قريب يسقط الجد البعيد، كذلك الجدات، كل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة. فلو هلك هالك عن أم في الدرجة الثالثة، وعن أم أب في الدرجة الثانية، فإن الميراث لأم الأب لأنها أقرب منها. أو بالعكس، لو هلك هالك عن أم أب درجة الثالثة، وعن أم في الدرجة الثانية، فإن الميراث لأم الأم لأنها أقرب منها. فالجدة القريبة تسقط الجدة البعيدة، سواء كانت القريبة من جهة الأم أو كانت من جهة الأب على الصحيح. نعم. ويسقط ولد الابن بالابن لأنه يدلي به. انتهى من حجب الفروع، من حجب الأصول، انتهى من حجب الأصول، وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، هؤلاء يقال لهم الأصول. انتقل إلى حجب الفروع وهم الأبناء وأولاد البنين. فولد الصلب يسقط ولد الابن، وكل ابن أعلى يسقط ابن الابن الذي هو أنزل منه، وهلم جرى. ولد الصلب يسقط ولد الابن، وكل ابن أعلى يسقط ابن الابن الذي هو أنزل منه. نعم. ويسقط ولد الأبن بالابن لأنه يدلي به إن كان أباه. نعم. وإن كان عمه فهو أقرب منه فيكون أولى بالميراث، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. فلأولى يعني أقرب، وابن الصلب أقرب من ابن الابن. نعم. لأن ابن الصلب ليس بينه وبين الميت شيء، وأما ابن الابن فبينه وبين الميت درجة. نعم. باب العصبات. باب العصبات. العصبات جمع عصبة، يقال باب العصبات ويقال باب التعصيب، لأن الإرث ينقسم إلى قسمين: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. والورثة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الوراثة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أصحاب فروض وعصبات وذو أرحام. أصحاب فروض وقد انتهينا منهم. القسم الثاني العصبات، وهم الذين يرثون بلا تقدير. العصبات هم الذين يرثون بلا تقدير، بل إن انفرد من انفرد منهم حاز جميع المال، وإن كان معه أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط. هذا هو العاصب. العاصب له ثلاث حالات: إذا انفرد أخذ جميع المال، كما قال تعالى في الأخ وهو يرثها، أي يرث أخته وهو يرثها، يعني يحوز جميع مالها إذا انفرد إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الحالة الثانية أنه إذا كان معه أصحاب فروض
فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض الفرائض فلأولى رجل ذكر. الحالة الثالثة أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، لمفهوم هذا الحديث فما أبقت الفروض، فدل على أنها إذا لم تبقي الفروض شيئا إنه ليس لهم ميراث. هذا هو العاصب. نعم. وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر. نعم. إلا الزوج والمعتقة وعصاباتها. وحقهم الزوج الزوج لا يعتبر من العصابات، من أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض، لكن جابه هنا على أنه ذكر، احترز منه لأنه ذكر، لأنه قال كل ذكر يعني إلا الزوج، فإنه وإن كان ذكرا ليس عاصبا لأنه صاحب فرض. نعم. إلا الزوج والمعتقة، معتقة والمعتقة وعصاباتها. أي استثنى المعتقة لأنها ليست ذكرا، مع أنها تعصب، المعتقة تعصب، ترث عتيقها، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. والناظم يقول: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني المعتقة فقط. نعم. وأحقهم بالميراث أقربهم. أحق العصبة بالميراث أقربهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلأولى فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب. نعم. ويسقط به من بعده، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. نعم. وأقربهم الإبن وابنه وإن نزل. أقرب العصبة الإبن وابن الإبن وإن نزل، أقرب من الأب والجد، لأن الإبن أو ابن الإبن بضعة من المورث، فهو أولى بميراثه. نعم. لأن الله سبحانه بدأ بهم بقوله: يوصيكم الله في أولادكم، والعرب تبدأ بالأهم فالأهم. وأيضا الله جل وعلا بدأ بالأولاد لما ذكر المواريث، قال: يوصيكم الله في أولادكم، ذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن ذكر ميراث الأبوين، ذكر ميراث الإخوة. فبداية الله بالأولاد يدل على تقديمهم على غيرهم في الميراث. نعم. ثم الأب، لأن سائر العصبات يدلون به. ثم الأب لأنه أحد فرعي، أحد عمودي النسب. الأب هو أحد عمودي النسب، فيأتي بعد الأولاد. نعم. في التعصيب، يأتي بعد الأولاد في التعصيب. نعم. ثم الجد أبو الأب، لأنه يدلي بالأب، لأنه يدلي بالأب. ثم الجد أبو الأب وإن على ما لم يكن إخوة. ما لم يكن إخوة، هذا يشير إلى تشريك الإخوة مع الجد كما سبق، فإنه إن وجد إخوة مع الجد فإنه لا ينفرد بالتعصيب، وإنما يشترك مع الإخوة على الخلاف الذي سبق. نعم. فإن اجتمعوا فقد مضى ذكرهم في فصل أحوال الجد. إن اجتمعوا يعني الإخوة مع الجد، قد مضى في باب الجد والإخوة ذكرهم وتفاصيلهم. نعم. ثم بنو الأب وهم الإخوة. ثم بنو الأب وهم الإخوة، سواء أشقة أو لأب، يعني بعد تعصيب الأبناء وبني البنين وتعصيب الآباء والأجداد، يأتي تعصيب الإخوة الأشقة أو لأب، لأنهم يدلون بالأب. نعم. ثم بنوهم وإن نزلوا. بنو الإخوة يعني بنو الإخوة الأشقة أو لأب، أما الإخوة لأم فهم أصحاب فروض وليس لأولادهم شيء،
نعم. ثم بنو الجد وهم الأعمام. نعم. ثم بنو الجد وهم الأعمام. يعني الحاصل أن العصبة ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. أصول وهم الآباء والأجداد، وفروع وهم الأبناء وبنو البنين وإن نزلوا، وحواشي وهم الإخوة لغير أم وبنو الإخوة لغير أم، والأعمام لغير أم وبنو الأعمام لغير أم. نعم، يسمون الحواشي. نعم. ثم بنوهم وإن نزلوا. نعم. ثم بنو جد الأب وهم أعمام الأب. ثم بنوهم وإن نزلوا. نعم. الأعمام طبقات: أعمام للميت مباشرة، وأعمام لأبيه، وأعمام لجده، وأعمام لجد جده، وإلى آخره، لأبي جده، وأعمام لجد جده إلى آخره، لأن القرابة تتوسع، كل ما ارتفعت توسعت حتى تشمل القبيلة كلها، قبيلة كلها بنو أعمام، لكنهم بنو أعمام أباعد. نعم. وكذلك أبدا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم. الأعمام الأدنون يقدمون على الأعمام الذين أعلى منهم، لأنه يشملهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر. فأعمام الميت يقدمون على أعمام أبيه، وأعمام أبيه يقدمون على أعمام جده، وهكذا. نعم. بقوله عليه الصلاة والسلام: ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم. مسألة: وأولى ولد، وأولى ولد كل أب أقربهم إليه. نعم. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه. وأولى ولد كل أب. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه للخبر. نعم. مسألة: فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأبويه، لحديث علي رضي الله عنه. نعم. أولا، جهات العصبة ست كما يقولون، جهات العصبة ست: بنوة وأبوة وجدودة وأخوة وبنو أخوة، ثم عمومة، ثم بنو عمومة. فإذا اجتمع عصبة فإنك تنظر فيهم، إن كانوا من جهة واحدة كأولاد البنين فإنهم يشتركون، وكالإخوة الأشقة أو الإخوة لأب، إذا اجتمعوا وهم من جهة واحدة، أو الأعمام أو بني الأعمام إذا اجتمعوا وهم من جهة واحدة فإنهم يشتركون، وإن كانوا من عدة جهات فإنك تقدم الجهة القريبة على الجهة البعيدة، فتقدم جهة البنوة على جهة الأبوة، وتقدم جهة الأخوة على جهة العمومة، كل جهة تقدم على الجهة التي بعدها. فإن اجتمعوا وكلهم من جهة واحدة، إذا اجتمعوا وكلهم من جهة واحدة فإنك تنظر، فإن كان بعضهم أقوى من بعض فإنك تقدم من هو أقوى، كما إذا اجتمع إخوة أشقة وإخوة لأب، أو أعمام أشقة مع أعمام لأب، فإنك تقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب واحد لأنه أقوى منه. وهذا معنى البيت الذي ذكرته لكم
فبالجهة التقديم ثم بقربه، ومن بعده التقديم بالقوة اجعل، ومن بعده التقديم بالقوة اجعل، يعني تقدم الشقيق على الأخ لأب. نعم. مسألة: وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعون. انتهى من العصبة بالنفس. العصبة ينقسمون إلى عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. ثلاث أقسام: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الذين تقدم ذكرهم، انتقل إلى القسم الثاني وهو العصبة بالغير، وهم البنات مع إخوتهن، وبنات الإبن مع إخوتهن، الأخوات الشقائق مع إخوتهن الأشقة، الأخوات لأب مع إخوتهن لأب، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في الأولاد ذكورا وإناث. وقال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في الإخوة الأشقة أو لأب. إذا اجتمع ذكور وإناث فإنهم يرثون، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب. أربعة: الابن مع أخته، وابن الابن مع أخته، والشقيق مع أخته، والأخ لأب مع أخته. أربعة: هؤلاء يعصبون أخواتهم فينقلونهن من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. نعم، لقوله: فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو انفردت أخذت النصف. نعم. لقوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في الفروع. نعم. وقوله سبحانه: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في الإخوة الأشقة، والإخوة لأب مع أخواته. وأما الإخوة لأم فإن الله سوى بين ذكرهم وأنثى، قال: إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم يتساوون. نعم. مسألة: ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث. نعم، العم لا يعصب أخته وهي العمة الشقيقة أو الأب، ليس لها شيء. وابن العم كذلك ليس لأخته معه شيء. ابن الأخ الشقيق لا يعصب أخته، فإذا وجد ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق فالمال كله لابن الأخ الشقيق وليس لأخته شيء. كذلك الأخ لأب، ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب مع بنت الأخ لأب لا يعصب أخته، إنما تعصيب الأخوات خاص بالأربعة المذكورين. نعم. كبني الإخوة والأعمام وبنيهم، لأن أخواتهم من ذوي الأرحام. من ذوي الأرحام، لأن أخواتهم من ذوي الأرحام، لسنا صاحبات فروض ولا عصبات مع الغير، فهن من ذوي الأرحام، يعني من القرابات غير الوارثة. يعني هنا قرابات غير وارثة، للخال والخالة والعم لأم، العمة لأم، ما لهم شيء، وإن كانوا أقارب ما لهم شيء. والجدة هم أبي الأم، هذه ما لها شيء، تسمى بالجدة الفاسدة. والجد أبي الأم ليس له شيء، جدك أبو أمك ما له شيء، وأما جدك أبو أبوك هذا مثل أبوك. نعم. هناك أقارب ليس لهم ميراث. نعم. مسألة: اللي ليس لهم ميراث يقال لهم ذو الأرحام. نعم. مسألة: وإن انفرد العصبة ورث المال كله. العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله، كالابن وابن الابن إذا انفرد، الأخ الشقيق، الأخ لأب،
إذا انفرد، الأب إذا انفرد، الجد إذا انفرد، ابن الأخ الشقيق إذا انفرد، ابن الأخ لأب إذا انفرد، العم الشقيق إذا انفرد، العم لأب إذا انفرد، وأبناؤهم، كل من انفرد من العصبة بالنفس حاز جميع المال. لو فرضنا أنه مات عن ابن فقط، مات عن ابن وأخ شقيق، فإن المال يكون كله للابن. لو مات عن أب وعشرة إخوة أشقاء فإن المال كله للأب وليس للإخوة شيء. هذا معنى قوله إن فرد حاز جميع المال. وأما إذا وجد معه صاحب فرض أو أصحاب فروض فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة فإنه يسقط، إلا الإخوة في الأكدرية، الإخوة على شقة مع الإخوة لأم في الأكدرية في المشركة، في المسألة المشركة فيها الخلاف. نعم. وإن فرد العصبة ورث المال كله لقوله عليه السلام ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. نعم. مسألة: وإذا استمع ذو فرض وعصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة للخبر. هذه الحالة الثانية، إذا وجد معه صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي بعد الفرض. نعم. فإن استغرقت الفروض، هذه الحالة الثالثة. نعم. فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة. نعم. كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أو لأب. نعم. كزوج. كزوج وأم وإخوة لأم. زوج له النصف وأم لها السدس وإخوة لأم لهم الثلث. استغرقت الفروض، نصف وثلث وسدس ما بقي شيء، الأخ للشقيق ليس له شيء فيها لأن الفروض استغرقت. أعدها. كزوج له النصف. نعم. وأم. نعم لها السدس. وإخوة لأم لهم الثلث. وإخوة لأب. وإخوة لأب ما لهم شيء. وأم أو لأب. نعم. وأم. وإخوة إيه؟ وإخوة لأب وأم. أي نعم. أو لأب. أو لأب. أي نعم. فرضنا أنه هلك عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة أو لأب، الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث، استغرقت الفروض، تكون المسألة من ستة، الزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد والإخوة لأم لهم الثلث اثنان، هذه ثلاثة واثنان وواحد كم صارت؟ ستة، ما بقي شيء، يسقط الإخوة على شقة أو لأب لأن الفروض استغرقت. هذا رأي الجمهور، وذهب بعضهم إلى أن الإخوة الأشقة يشاركون الإخوة لأم في الثلث ويكون حكمهم حكم الإخوة لأم، وهي ما تسمى بالمسألة المشركة أو الحمارية. نعم. مذهب الحنابلة أنهم يسقطون لأنهم ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، وهؤلاء لم يبقى شيء بعد الفروض فيسقطون. نعم. فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث. نعم. وسقط الإخوة من الأبوين. هذه المشركة. نعم. هذه المسألة المشركة المشهورة، الحنابلة يسقطونهم والحنفية يسقطونهم، أما المالكية والشافعية فإنهم يشركونهم. ولهذا يقول الناظم: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا الثلث، وإخوة أيضا لأم وأبي استغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، يعني اجعلهم كلهم يشتركون في الثلث. يقول لأن أمهم واحدة